إلى استعراض أداء أسواق الأسهم الإماراتية في كلا السوقين، ونبدأ من العاصمة أبو ظبي. في هذه الأثناء السوق المؤشر عند 9567 نقطة، حتى اللحظة يتم تداول 54 مليون و100 ألف سهم بقيمة تزيد عن 361 مليون درهم. الأكثر ارتفاعا في سوق أبو ظبي، أبو ظبي الوطنية لمواد البناء 29 فلس، بنك الشارقة 68 فلس، و ADC Corporation درهمين 51، وشميرة ثم بيانات ترتفع ب 2.5% عن 3 دراهم و64 فلس. الأكثر نشاطا من حيث القيمة العالمية القابضة 107 ملايين درهم، مجموعة ملت بلاي 46 مليون و700 مليون و700 ألف درهم، ألف ظبي القابضة أكثر من 37 مليون درهم، أدنوك للإمداد 28 مليون درهم حتى اللحظة، وأمريكانا من الأكثر نشاطا ب 16 مليون درهم. أما مشاهدينا في سوق دبي للأوراق المالية، فيتم تداول حتى اللحظة عند المؤشر عند 4006 نقاط، والتداولات لأكثر من 35 مليون سهم بقيمة تزيد عن 107 ملايين درهم. الأكثر ارتفاعاً أملاك للتمويل ب 81 فلس، أمانات القابضة، دبي للاستثمار، والاتحاد العقارية 33 فلس، وكذلك سوق دبي عند درهم 44 فلس. الأكثر نشاطاً بالقيمة أعمار العقارية قرابة 40 مليون، ثم الإمارات دبي الوطني 9 ملايين و400 ألف، أمانات القابضة ما يقارب 9 ملايين درهم، وإعمار للتطوير عن 8 ملايين و500 ألف درهم، وبنك المشرق عفوا عند 7 ملايين و700 ألف درهم.